هل يعني التكافل في الإسلام مجرد التعاون بين الناس أو تقديم أوجه المساعدة وقت الضعف والحاجة وفي بعض المناسبات؟ وما هي صور التكافل الاجتماعي؟ وهل يقتصر على الجوانب المادية فحسب؟ ومن هم الذين يشملهم التكافل؟ وما هي مسؤولية الأفراد والجماعات والدولة في تحقيقه؟ مجتمع التكافل، موضوع حلقة زدني علماً على قناة القلم.